زوار وأوفياء قناة كلاش تي في، سلام الله عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من نشرة الأخبار الساخنة، واللي كيقدمها لكم كيف العادة محمد البوداني من جديد. الروينة نايضة بين المغرب والجزائر والمغرب وموريتانيا والسنغال كيوجهوا ضربة مشتركة للنظام الجزائري، والجزائر الآن تستنفر جيوشها وعساكرها ولكن لسبب آخر غير الحرب على المغرب. نبدأ أولا بموضوع العنوان الأخير واللي كيهضر على الاستنفار العسكري الجزائري. ففي الوقت اللي كتواصل فيه الجزائر سباق التسلح وكتدعي بأنها قوة إقليمية ضاربة بجيش قوي وكتهدد بشن حرب غير مسبوقة على المملكة المغربية، كتفاجئنا الجارة الشرقية باستنفار جيوشها لغرس الأشجار، مع أن ذلك يدخل ضمن اختصاص عمال التشجير والمياه والغابات. مقاطع فيديو وصور عديدة للجيش الجزائري وقد استنفر معظم جنوده يوم أمس الخميس من أجل القيام بعملية غرس واسعة لعدة أشجار في إحدى الولايات الجزائرية. قناة الجزائر الدولية وعبر حسابها على تويتر نشرات تغريدة جاء فيها أفراد الجيش الجزائري يشاركون في حملة تشجير واسعة بولاية سيدي بلعباس غرب البلاد. وأرفقت القناة الجزائرية تغريدتها بصور تظهر أفرادا من الجيش الجزائري برتب مختلفة وهم يعملون على غرس الأشجار في الولاية المذكورة. إذن وكما يقال في المثل العربي، تمخذ الجبل فولد فأرا. بعدما ظلت الجزائر تهدد بشن الحرب على المغرب، القوات الضاربة الآن تستنفر جيشها لغرس الأشجار. أما أشغال مؤتمر منظمة معاهدة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد بستوكهولم، شهد اليوم الجمعة مواجهة ساخنة بين وفدي المغرب والجزائر، حيث حمل المغرب الجزائر مسؤولية تأزم العلاقات بين البلدين واعتبر الاتهامات التي توجهها إلى المملكة جد خطيرة. عز الدين فرحان مندوب المغرب الدائم في منظمة معاهدة الأمن والتعاون في أوروبا قال بأن الاتهامات الجزائرية للمغرب خطيرة للغاية، مؤكدا بأن الجزائر هي التي ترفض الحوار والتعاون مع المملكة المغربية. فرحان قال أيضا في كلمة باسم المملكة: لا يمكن ألا أرد على اتهامات الجزائر الخطيرة والخطيرة جدا في هذا الفضاء المحترم، حيث تساءل قائلا: من يرفض الحوار والمفاوضات والتعاون ومن يغرق الحدود مع المغرب منذ سنة 1994؟ إنها الجزائر وليس المغرب نهائيا. مندوب المغرب قال أيضا في رده على ممثلة الجزائر: ملك المغرب وجه مؤخرا دعوة للتهدئة والحوار ولكن للأسف لم نحصل على الرد، مشددا على أن المغرب والجزائر بلدان توأم لديهما نفس الثقافة والإمكانيات. ولم يقف فرحان عند هذا الحد، بل مضى قائلا: دول حاضرة هنا حاولت القيام بوساطة بين الجزائر والمغرب لكن الجزائر دائما هي التي ترفض كل الحلول، الأمر الذي مثل إحراجا للوفد الجزائري وموقفه المعاكس للمغرب ووحدته الترابية. ومن جهتها قالت فوزية أمباركي ممثلة الجزائر الدائمة لدى هذه المنظمة: إن بلادها قلقة مما أسمته أعمال عدائية واستفزازية يمارسها المغرب تجاه بلادها الجزائر. مضيفة: نحن في الجزائر نتعرض منذ فترة طويلة لتهديدات واعتداءات ملموسة. وحاولت إخراج الوفد المغربي قائلة: أسأل ممثل المغرب، هل من الطبيعي التجسس على 6000 هاتف جزائري؟ المغرب تجسس على كل السفراء الجزائريين بفضل برنامج اشتراه من إسرائيل، وهي الاتهامات التي سبق ونفاها المغرب بشدة ولجأ إلى القضاء ضد مروجيها. وأضافت مندوبة الجزائر: ليس من الطبيعي إبرام اتفاقات يزعمون بأنها للسلام مع إسرائيل ولكنها من أجل الاعتداء على بلد جار، وذلك في ترديد لنفس الاتهامات التي رددت الدبلوماسية الجزائرية طيلة الأسابيع الماضية. المسؤولة الجزائرية تابعت قائلة: المغرب اقتنى قبل يومين طائرات مسيرة بإمكانها أن تحمل 20 كيلوغراما من المتفجرات، فهل من الطبيعي إبرام اتفاقيات تهدف للاعتداء على بلد آخر؟ وتأتي هذه المراسلات في ظل سلسلة من القرارات التصعيدية التي أعلنتها الجزائر من جانب واحد خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي كان أبرزها إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الرباط وإغلاق الأجواء في وجه الطائرات المغربية وإنهاء توريد الغاز إلى إسبانيا عبر الأنبوب المار عبر المملكة المغربية.
أما في الموضوع الثاني فضربة مشتركة وغير منشظرة لكل من السنغال موريتانيا والمغرب للنظام الجزائري، حيث شكل تدشين الرئيسين الموريتاني محمد والشيخ الغزواني والسنغالي ماكي صال لمشروع إنشاء جسر لربط البلدين عبر نهر السنغال لتعزيز حركة النقل والتبادل التجاري. اعتبره مكسبا مهما سيفيد عملية النقل التجاري بالشاحنات التي تنطلق من المغرب تجاه إفريقيا، وهو من أهم المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في غرب أفريقيا. كما سيمكن إطلاق الجسر في 2024 الشاحنات المغربية من العبور عبر موريتانيا إلى السنغال ومالي ودول إفريقية أخرى دون المرور عبر شمال مالي غير الآمن، خاصة بعد تعرض شاحنة مغربية مؤخرا لهجوم منظم وقتل سائقي المغاربة. كما سيتم إنجاز الجسر على مستوى مدينة الروسو الحدودية. الرئيس السنغالي ماكي صال قال بأن هذا الجسر سيكون همزة وصل بين شمال أفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا بأنه يشكل حلقة أساسية من محور طنجة الدار البيضاء ونواكشوط ودكار، والذي يستمر ليصل إلى أبيجان ولاغوس. وليس هذا فحسب، بل إن موريتانيا تجاهلت رسالة التهنئة التي أرسلها رئيس الجمهورية العربية الصحراوية المزعومة والمسمى إبراهيم غالي أو بن بطوش إلى الرئيس الموريتاني محمد والشيخ الغزواني، وذلك بمناسبة الذكرى 61 لعيد استقلال بلاده. وجاء تجاهل موريتانيا لتهنئة جمهورية غالي المزعومة في منشور لوكالة الأنباء الرسمية الموريتانية عرضت عبره رسائل التهاني التي توصل بها الرئيس والشيخ من ملوك ورؤساء بعض الدول أو من بعض ممثلي الهيئات الدولية في بلاده. وحين أكدت عدد من وسائل الإعلام التابعة للبوليزاريو ووكالته الرسمية بأن زعيم الجبهة هنأ الرئيس الموريتاني بمناسبة عيد استقلال بلاده، تجاهلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية تهنئة الجمهورية العربية الصحراوية المزعومة ولم تشير إليها لا من قريب ولا من بعيد في منشور لائحة المهنئين والمرتبة حسب وصولها إلى الرئيس. ويشار إلى أن تجاهل موريتانيا لرسالة التهنئة التي توصل بها محمد والشيخ الغزواني من طرف رئيس الجمهورية العربية الصحراوية المزعومة يحدث رغم أن موريتانيا تعتبر من الدول التي أعلنت اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو كما جرت العادة أن تشاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع من هذه المعلومات والحقائق المثيرة جدا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.